عدم جدوى تم اختيار محاولات. زيارة بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لهجومات شمال قسنطيني وانعقاد مؤتمر صومام التي نحتفل بها في كل سنة، وهذه المرة قررنا أن نقيمها ببلدية دوار الماء الحدودية، واغتنمنا هذه الفرصة لإعطاء إشارة الانطلاق لعدد من المشاريع، منها مركزين جواريين لتجميع الحبوب، منها إعادة تأهيل الملعب البلدي وتغطيته بالعشب الاصطناعي، منها تدشين مسبح جواري بقرية ميه الشيخ. وبهذه المناسبة وفي نفس القرية قمنا بتكريم عدد من المجاهدين وعائلات الشهداء، واغتنمنا كذلك هذه الفرصة لتسليم عدد من قرارات رفع الشرط الفاسخ على الفلاحين الذين استثمروا في إطار قانون الاستصلاح، وكرمنا كذلك عدد من التلاميذ المتفوقين في امتحانات نهاية السنة الدراسية من الباك وبكالوريا وشهادة تعليم متوسط.